يعني اليوم يريد جبران باسيل نائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي أن يفرض شروطه باعتبار نعم بأن يختار هو أو يشارك بعملية اختيار رئيس الجمهورية بزيارته إلى الدوحة. الاختيار شيء والانفراد شيء آخر. هو يريد الانفراد برأيك؟ يعني أن يكون شبه منفرد باختيار الرئيس. وبعتقد ولكن إنه هل ستقبل القوى السياسية؟ أكيد لا. هذه هي المشكلة التي نعيشها. طيب في البلد عندما زار الدوحة وعندما زار باريس قيل إنه هو وضع الفيتو على سليمان فرنجي كما وضعه في نفس الوقت على قائد الجيش على أي واحد آخر. طب هو من حتى يريد إشعار. حتى إشعار آخر يريد نفسه أن يكون يأتي هو رئيس يعني الجمهورية ويقول أنا يعني لست مرشح. هو ليس مرشحا بس ولكنه يعمل أيضا على الترشيح وبالتالي في عنده رهان يعني كمان انه هو يعني الان هو مرشح غير معلن بس انه على الاقل انه اذا لم يحن اوان ان يكون رئيسا في هذه يعني بهذه المرحله ممكن في مراحل اخرى. المساله الاخرى انه الرهان على الزمن انه انت يعني على الاقل يعني كما هو متداول انه وقت اللي راح على باريس واطلق وتم تسريب الشريط الشهير اللي يعني تناول فيه زعيم تيار المرد سليمان فرنجي وبعد ذلك على قطر كان الهدف هو الكلام مع الفرنسيين والكلام مع القطريين ايضا باخراجه من البلاك ليست من قائمه العقوبات من اللائحه السوداء. يعني انا بعتقد انه هناك رهان ربما لدى التيار بأنه كلما استمرت يعني أزمة الانتخابات الرئاسية هذا قد يكون في صالح التيار الوطني الحر لأنه ممكن في لحظة معينة ما ترفع العقوبات عن جبران باسيل. ولكن هون بدي شيء حتى يعني كمان هون بدي شيء هو قال يعني بأكثر من مرة أنه قد نغير رأينا أنا الآن غير مرشح ولكن هو بنهاية المطاف هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية. لا حقه أنه يترشح طبعا بس مش حقه أنه ينفرد وحق الآخرين ما ينتخبوه أيضا. طيب ومش حقه أنه ينفرد إذا لم أكن رئيسا أكون رئيس الظلم. إذا مشينا بهذه يعني بهذه ما بعرف الخلاصة بأنه هو يعطل كل هذه المؤسسات في الدولة ما فينا نحمله لوحده. لا ما فينا نحمله بس هو معطل كبير مثل آخرين بس هو بالواجهة بدون شك هو مش لوحده. كمان خلينا نكون موضوعيين اليوم لما كنا عم نحكي أنه في اجتماع قطري سعودي فرنسي أمريكي طب هؤلاء هل يعني يوافقون جبران باسيل على ما يريد؟ هن بطبيعة الحال سيأخذون برأي كل القوى السياسية ولكن لما عم بيحكوا أنه هن بدون يرشحوا أسماء أو يطلعوا بأسماء قد يكونون قادرين أن يكونوا رؤساء للجمهورية. هلا طبعا أنه بتصور أنه الشيء الأساسي هو المواصفات التي يمكن أن يتحلى بها المرشح الأساسي للوصول بس اليوم كل حدا عنده مواصفات يعني البعض بيقول نحن لذلك أنه في عنا مثلا 6 أحزاب فعلي يعني 6-7 رؤساء جمهورية يعني. طيب بس أنه كمان أنا برأيي أنه في طابقين أيضا من أجل أن يعني طابقين بدوا أن يمر بهما أي مرشح يمكن أن تكون حظوظه كبيرة بالوصول إلى رئاسة الجمهورية. الطابق الأول أنه يكون في إرادة داخلية ما فيك ترك برئيس جمهورية إذا معظم القوى السياسية الفعلية لا تريده. هذا لا ينطبق على الوزير جبران باسيل. الشيء الثاني أيضا الطابق الثاني هو الطابق الإقليمي يعني كمان بده يحظى طالما أنه وضعنا مهترئ هالقد بده يحظى أيضا بتوافق أقليمي. وأنا بعتقد أنه المملكة العربية السعودية مش بوارد أن توافق. المصريين مش كتير يعني بالمصريين كما هو معروف أنه بفضلوا قائد الجيش العماد جوزيف عون والفرنسيين لم يعطوا كلمة أيضا صح. يعني الطابقين مفقودين ما في لهم أساس لذلك حظوظه في هذه المرحلة حتى لو يعني مؤتمر باريس المفترض لو توصل إلى نوع من المقاربات أنا بعتقد أنه الوزير جبران باسيل خارج هذه المقاربات. ولكن أيضا حظوظ يعني تتساوى ربما الحظوظ الضعيفة لكل من قائد الجيش والوزير السابق سليمان فرنجي. لا يعني عندما نقول قائد الجيش صحيح حزب الله قال لا فيتو عليه ولكنه ما زال متمسك بفرنجي وإن كان لم يعلن هذا الأمر. القوات اللبنانية تتمسك بقائد الجيش أو ليس تتمسك هي مع قائد الجيش هي الآن يعني مرشحة ميشيل معوض لا ترفض. لكن التيار الوطني الحر يرفض بس كمان حزب الله أنه لا يرفض إلا الأخير يعني يعني إذا كان في يعني حزب الله إنه هو بهمه مسألة أساسية. طب اليوم مين حظوظ قائد الجيش هو الأوفر حظا يعني اليوم بين الجميع إذا أخذنا إذا بدك المناخات الإقليمية الفرنسيون يفضلون قائد الجيش المصريون أيضا
القطريون يفضلونه والسعوديون غير بعيدين عن ذلك. فعلى المستوى الإقليمي نعم حظوظ قائد الجيش وأسهمه أكبر من المرشح إسلام الفرنجي. هلا على المستوى الداخلي بدون شك يعني إنه أنا أعتقد بأنه الثنائي زائد أيضا الحزب التقدم الاشتراكي أظن بعد بيمشي بالوزير السابق أدان سليمان فرنجي، فحظوظه بالداخل بدون شك يعني لزعيم تيار المردة أكثر ربما من أكيد أكثر من الوزير جبران باسيل، بس بتصور إنه ينقصه لغاية الآن هو الطابق الإقليمي اللي بعد إنه لم يتوفر حتى أسعى.